السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بالف خير. اليوم جبت لكم وصفه سابلي، وصفه سهله وبنينه وحشوشه، حصيلو تعمل 66 كيف. ونخليكم تتفرجوا على الفيديو. بونجور بونجور، جيسبر كو زالي بيان. اجوردي نو زالون فير دي سابلي extrêmement délicieux. Ils sont vraiment légers et vraiment faciles à faire. Et je vous laisse regarder la vidéo. هذه من المكونات نتاعنا. عندي 250 غرام سكر محور، زوز ساشيات سكر فاني، نص ساشي خميرة جاتو، ثلاثة كعبات عظم، 250 غرام منشاه، 250 غرام زبدة. وعندي فارينة، تو نشوفو من بعد قداش بالبري باش نزيد، خاطر الفارينة باش نزيدها بالعين. وهذو المكونات اللي نستحق. سامحوني مش في بالي قاعدة تصور، اما ما صورت شيء. دونك اول حاجة باش نحط السكر المحور مع ثلاثة كعبات عظم وزوز ساشيات فاني، ونبداو نخلطوهم مليح. باش نزيد عليهم شوية فاني ليكيد. لازمكم تضبطوها مليح مليح كيما هكا. تو باش نزيدو عليها النشا والخميره، شطربك والخميره نتاع الجاتو. وباش نذوبو الزبده لازمها تكون دافيه كي باش نحطوها على النشا. ونخلطو الخميره مع النشا. باش نزيدو النشا بشوية. وما تنسيوش تغربلو انشاء ولا فارينة ديما قبل ما تحطوها في اي حاجة. ماذا بيكم تغربلوها بالجي خير وتلقاوش فيها اي حاجة تنحيوها. انشاء حطوه بشوية بشوية باش نجمو تخلطوه مليح، كان باش تحطوه كله دانك وباش يصعب عليكم شي صعب عليكم معناتها تخليتو. تو باش نزيد الزبدة بشوية بشوية. كيف نخلط التالين كل شيء يتجانس مع بعض. بعد ما تخلط مليح كما هكا فوالي نزيدها الفارينة. وتو بشوي بشوي باش نزيدها الفارينة مغرفة، اثنين، ثلاثة، شوفوا معبين بالقدير هون المغرفة، أربعة، خمسة، ونخلط ونشوف. هذا خمسة مغارف ونخلط ونشوف. العجينة ما يلزمهاش تكون لا هي يابسة ولا هي طرية برشا. كما تشوفوا تو العجينه مازالت ناقصه باش نزيدوها شويه فرينه. خمسه مغارف ما حطيتهم معبين كما هكا، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره. باش نزيدو ونخلطو ونشوف. من الأحسن نبداو نخلطو باليدين باش نحسو بالعجينة. باش نزيدها ونخلطو
11 و 13 واش نشوف؟ كيما عجينة زوزة عجينة صابلي ما تتعجنش، لازمها تتلم لما به قلنا 13 باقي ناقصة أربعتاش خمستاش ونشوف كما شفتوا المغارف معبدين معبدين نحطها على البلوم تاعي باش نعجب نلمها كما شفتوا لم فيها لمين منيش نعجن فيها باش ما تجينيش يابسه العجينة نتاعي حضرت كما شفتوها ذي القوام اللي نحب عليه ميزمهاش تكون يابسة ولا طرية برشا شوفوها ماهيش معجونة فيها شوية شقوق هكاكا نحبها توش نخليوها ترتاح كان الدنيا سخونة برشا 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 عندكم حطوها في الفريجيدير احسن حاجة نلفوها في بابي ترانسبارون كما هكا ونخليوها ترتاح باهي تو بعد ما ارتاحت الباط نتاعنا قصيت منها شوية نرجع نلفها في البابي نتاعها باش ما الهواء ما يدخلهاش باش نجي ونبدا نحل بالقلقاب لازم هاش تحل خشينة ومن الأحسن تحلوها جويدة نص سنتي هكاكا على خاطر من بعد الفول باش تزيد تنفخ نكونو حضرنا ليزومبورت بياس نتاعنا ونبداو نعملو كما حضرتوا الطبقه نتاعكم وتبداو تحطوا فيها شفتوا العلو يزمو اقل من سنتي خاطر من بعد بزيد تعلى هي شويه في الفوق العجينه الزايده ديما نعاودو نخليوها ترتاح باش نعاودو نخدمو بها في اي حاجه تعملوها كي تنحيو عجينه زايده تخليوها ترتاح وبعد تعاودو تخدمو بها دونك هذا الطبق نتاعي باش ندخلو الفور على 170 درجة مدة 10 دقائق في ساعة في ساعة راهو ما تبطاش ميزهمش لا تحمر لا من فوق لا من لوطا زي ما تقعد بيضة راهي في الطبق هذايا عملت 21 كعبة تو باش نعمل طبق آخر فيه 21 كعبة أما فيهم نقبة صغيرة في الوسط وهذا الصابلي نتاعي تو فين خرجته من الفور شفتو ولا مستبيض معناتها بياض على قبل ما ندخلو الفور كان أصفر شوية وبياض وما دخلته للفور 10 دقائق وخرجته مازال سخون نستناو حتى يبرد باش نجمو نحيو ما كانش يتفترش لنا اوكي العاده ندخلهم في الفور وهذا بابيون وتو بعد ما كمان طيبناهم نجيو ناخذ الشوكولاته والمعجون ولا معجون برك ولا شوكولاته برك المهم كيما تحبوا باش نبداو نعملو فيهم
حطوا شويه شوكولاته مش برشا باش ما تخرجناش على جناب، وكيف كيف بالنسبه للمعجون. ونكملهم هكا الكل ونرجع لكم. وهذا الصابلي نتاعي حذر حاسيلو جاي بنين بنين بنين، يهبل وحشوش وحشوش وخفيف على الاخر. صدقوني جربوه وماكمش باش تندموا. وكيما نقولكم كل مره، كان عجبتكم الفيديو ما تنسونيش فك الجمات المزيانات، شجعوني برشا. واذا كنت تحبوا تخليوا لي كومنتير على الشلا تحت الفيديو، واذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يخلط لكم كل جديد. وبالسلامه. ولا ولا مي تي سابلي سون بري اي سون فريمون ديليسيو اكستريمون ليجي اي كوم فو افي فيو فاسي ا فير. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les petits j'aime qui m'encouragent beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et maintenant, je vous dis merci et à très vite pour de nouvelles recettes.